فقرتنا الطبية يلي دايما سمر عم نسعى انه نجاوب على اسئلة كتير من السيدات وكتير من الاستفسارات. اليوم تحديدا رح نحكي عن موضوع جدا مهم وبيشغل بال كتير من السيدات والاناث، فتسعى كل انثى للحفاظ على سلامة جسدها من الامراض او الاعراض التي قد تتعرض لها. المبيض احد اهم الاعضاء عند الانثى، ولكن قد تتعرض ايضا لعدد من التغييرات التي قد تؤثر على استهلاك الأكياس على المبيض أو حتى المبيض متعدد الكيسات. ما هو الفرق بينهما وما هو تعريف هذه الأكياس، طرق علاجها؟ أسئلة كثيرة طبعا راح يجاوبنا عنها الدكتور أكرم الأحمر اللي تعودنا يكون ضيفنا المميز. يسعد صباحك دكتور. يا صباح الفل سيدتي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. اشتقت لكم كثير لقناتكم ولمشاهدينا كثير كثير كثير. أهلا وسهلا فيك، أكيد نورت صباحنا. دكتور بالبداية خلينا نتعرف على الأكياس على المبيض، شو هي وخلينا نعرف شو هي أنواعها كمان. بتسمحي لي سيدتي قبل ما نبدأ بس قول تحية كبيرة، صباح الخير لرجال هن أشرف وأصدق وأطهر رجال الله على الأرض، يلي ما عاهدوا إلا وصدقوا، رجال الجيش العربي السوري منهم صباح الخير. نحن لولاكم ما أنا موجودين هون ما بنسوى شيء. فبرجع لسؤالك سيدتي إنه مشان موضوع الأكياس المبيض، هلا بالمقدمة اللي قالتها فرح كتير حكيت نقطة مهمة إنه الفرق بين أكياس المبيض والمبيض متعدد الأكياس البي سي أو. طبعا البي سي أو يلي قلنا نحن إنه المبيض بس إنه شوي ممكن يكون حجمه أكبر وجواته أكياس صغيرة. هلا نحن لا عم نحكي عن موضوع مختلف تماما يلي هو أكياس المبيض، يلي هي بتكون كيسة موجودة على المبيض بأحجام مختلفة قد تصل إلى 20-25 سنتيمتر مو مليمتر. البي سي او المبيض متعدد الأكياس لأن أكياس صغيرة جواته 4-5 مليمتر موجودة. هون عم نحكي عن أكياس تختلف بالأحجام، تختلف بالأعراض، تختلف بالصفات والمقومات، تختلف بالإنذار حتى، وبالتالي طريقة التعامل معه تختلف حسب نوع الكيسة مثل ما رح يمرق معنا هلأ. نعم. يعني دكتور خلينا ندخل بتفاصيل الأكياس على المبيض، شو هو العمر المناسب لإلها، كيف ممكن يكون شكلها؟ طيب سؤال كتير مهم. حسب نوع الكيسة يلي ممكن نقول ممكن تظهر هي بأي شريحة عمرية أكتر، هي كيف بيكون شكلها هلا. فلذلك رح نفصلهم، نحن رح نجي ناخذ مقاربه يعني نعمل ابروشمنت بسيطه للقصه اللي هي انه ثلاث انواع اكياس، الكيسه الوظيفيه او كيسه الجسم الاصفر او كيسه الاندومتريوز اللي هي بطانه الرحم الهاجره، وهذا بده موضوع لحاله لانه موضوع دائما متجدد وللاسف ما بنعرف ليش عم نشوف في زياده بعدد اصابات بداء الاندومتريوسز بطانه الرحم الهاجره اللي احد اشكاله كيسه المبيض الاندومتريوزيه او كيسه المبيض اللي هي فيها بطانه رحم هاجره يلي من إلها دمويه او شوكولا من جوا بيكون شوكولا فيها، او بعدين نجي بقى للكيسه العجائبيه يلي هي بكل بساطه انه كانه جنين تاني صغير كتير ربي على المبيض فقط عند هالانثى ما كمل ليصير جنين تاني، فمنلاقيه تحتوي هي الكيسه العجائبيه على كل انسجه الجنين، منشوف اسنان وعظام وشعر وشحم موجود ضمن هالكيسه. طيب هلا لما قلنا هي الانواع مثلا نجي نقول كيسة العجائبية بناء على سؤالك انه امتى ممكن تظهر، احنا ممكن نشوفها حتى بسنوات ما قبل البلوغ للكيسة العجائبية بمعنى قبل ما يتفعل المبيض وظيفيا. من خلال هي الجملة بدي اقول انه مثلا كيسات المبيض الوظيفية او كيسة الجسم الاصفر انه هي بتصير بالشريحة العمرية بعد ما بيتم تفعيل المبيض وظيفيا، بعد ما يبلش يقوم بوظيفته ممكن تطلع. باي ذا واي بدي اقول معلومه انه بيو اس اي بامريكا انه معدل الدخول او القبول بالمشفى حوالي 500 من كل 1000 سيده او بنت سنويا بسبب شيء ما يتعلق بكيسات المبيض اللي عم نحكي عنها، مو بالبي سي او بوليسيستيك اوفري سيندروم مبيض متعدد الاكياس، باكياس المبيض، شيء يتعلق بالاعراض، شيء يتعلق بالحجم. طيب دكتور خلينا نحكي نحن على الاسباب، كثير من السيدات بتجهل شو السبب اللي بتصيبها او وجود الاكياس، فين بيقولوا الحاله النفسيه كثير بتاثر او تربيه الحيوانات بالمنزل، كثير من الاسباب بيحكوها العالم، خلينا نحكي على الاسباب الحقيقيه لوجود وظهور الاكياس. هلا انت ورطتينا بسؤالك لانه هلا في كثير سيدات ناطرين نقول لهم انه الحيوانات بتسبب اكياس مشان
يتخلصوا ويبدروا هالقطة أو هالكلب اللي عندهم. طيب هلأ بنرجع لأنواعهم مشان جاوب على السؤال عليك. طيب الكيسات الوظيفية أثناء قيام المبيض بوظيفته بيصير في خلل ما قد يتعلق بقول بالحالة النفسية، بمعنى بآلية غير مباشرة إنه الضغط النفسي، ستريس النفسي الشديد أو العضلي الشديد يلي ممكن يعمل خلل بالتوازن الهرموني يلي هو جدا خلينا نسميه بميزان الذهب يلي بينظم الدورة الشهرية عند الأنثى، وانطلاق جريب إباضي أو انطلاق إباضة بمنتصف الدورة الشهرية، وإذا ما صار في مكان في زواج وما في حمل بتقوم بيروح بيمتصه الجسم وبتهر بطانة رحم تجي دورة الشهرية. هون في ميزان ذهب لهالكم كلمة اللي رشيتهم ورا بعضهم أنا. طيب هلأ لما بدي أقول إنه شو السبب إنه الحالة النفسية ممكن، بس ما فيني أقول إنه كل أنثى بتتعرض لستريس نفسي ولا رح يطلع عندك كيسة مبيض، إذا هو عامل ليس مثبت 100%. طيب نسمع مثلا انه البوليوشن الموجود، التلوث اللي موجود هلا، انه ليش طيب بنكتر نشوف مثلا الاصابات بالكيسات المبيض انه بتكتر مثلا عند البنيات البنات بالمدن بالحياه المدنيه اكثر من الارياف، بنقول قد يكون هذا العامل ولكن ما فينا نحط ايدنا عليه تماما. طيب بنقول تربيه الحيوانات الاليفه لا، الا لما بنحكي مو عن هذا الموضوع كيسات المبيض، لما بنحكي عن كيسات الكلابيه او كيسات القطط أساسي تكون بالكبد أو بالرئتين، ولكن ممكن أن تتواجد بأي مكان بجسم المصاب أو المصابة. يعني ممكن نشوف كيسات مبيض، كيسات كلابية أو طاق هي موجودة بالحوض كلياته، ولكن ليس هي موضوع كيساتنا المبيض. فإذا كمان موضوع الحيوانات يشك فيه. هلأ في عوامل تانية نحن أكيد موجودة نحن بنجهلها، غير مثلا مثل الكيسة الوظيفية منقول أنه أثناء قيام المبيض بوظيفته خربط. أوكي. شو ليش خربط ما بعرف. كيسة بطانة الرحم الاندوميتريوز اللي قلنا عنها اللي هي سببها من التسمية تبعيتها انه هي بطانة رحم هاجرة، بمعنى بطانة الرحم مفروض تكون موجودة ضمن الرحم، طيب ليش هاجرت من الرحم وراحت لأماكن تانية وخاصة على المبيضين او بقية احشاء الحوض، وممكن يكون فيها انتقالات بعيدة رئوية او دماغية حتى بطانة الرحم كمان ما بنعرف لغاية هاللحظة. رح نتفق انا وياكم شغلة بصراحة هيك نحكيها مع مشاهدينا انه اي شيء بالطب منقول يوجد عدة اسباب محتملة، معناته نحن كاطباء ما نعرف السبب الحقيقي. نعم. فمنقول احتمالات. طيب هي بطانة الرحم الخاجرة كمان ما بنعرف سببها. الكيسة العجائبية او الورم العجائبي بعض الناس بيسموه اللي هو قلنا انه هالانثى هي البنت اللي هلأ شايفينها قدامنا وعندها كيسة عجائبية على المبيض او على كليهما، طيب هي ما هي موجودة لما كانت برحم امها الساتة كان في عندها عم يتشكل شيء على المبيض بيكون بؤري جدا جدا صغير طبعا، وبعدين مع الوقت بيكبر مع نموة إلها، ممكن يتظاهر قبل البلوغ ممكن يتظاهر أثناء يعني بفترة النشاط الإنجابي. منشوف كمان أقول شو سببها الحقيقة لهلأ ما منعرف. نعم. نعم يعني دكتور الأسباب خلينا نقول غير معروفة تقريبا ما. لكن إذا بدنا نحكي عن الأعراض لحتى نقول كل سيدة ممكن تبدأ بالعلاج بفترة زمنية يعني ببداية شعورها بهي الأعراض قد مهم. معرفتها للأعراض جدا هامة، بالرغم أنه خلينا نتفق أنا وياكم بلغة الأرقام المشاهدين عليها، نص الكيسات المبيض غير عرضية ونص هدول النص يكتشفوا عرضاً لما بتروح البنت أو السيدة بتروح عم تعمل إيكو هضمي إيكو كلوي لسبب من الأسباب، بيقوم لها روح يشوف في دكتورك النسائية لأنه في عندك كيسة مبيض، فممكن تكون لا عرضية. هلأ بنشوف بقى طيف الأعراض المتراوح من أقصى اليمين لأقصى اليسار، بنلاقي في بنت عندها كيسة مبيض 5-6 سنتيمتر عم تشتكي من شوية انزعاج بسيط بأحد الجانبين أيمن أو أيسر، حس ثقل بسيط إذا كان حجمه أكبر، إذا كانت من الكيسات العجائبية لأنه المحتويات تبعي توازنة كتير فبتلاقي بحس انضغاط أكتر ما هو خربطة بالدورة. فمنشوف طيف الأعراض، ممكن واحدة عندها كيسة مبيض بتجيها دورة كل الشهر عم تمشح وتقطع عليها، وفي منهم بتقطع الدورة بسبب كيسة المبيض، في منهم لا تجيها دورة منتظمة بموعدها ولكن غزيرة جدا وبلشت تختلف مواصفات الدم البيريود تبعها انه بين تشوفها خسارات متوسطة او صارت خسارات كبيرة. طيب منروح لعرض تاني هام اللي هو الالم، منلاقي الالم الشديد موجود وين؟ بكيسة النوع التاني اللي ذكرناها اللي هي كيسة الاندوميتريوسيز، يعني لدرجة عسرة الطمس تبعها
قد تكون انه كل اقسام الامرجنسيز الاسعاف بكل المشافي صاروا يعرفوها لهالبنت او لهي الست من شده الالم، لانه بدها تروح تاخذ مسكنات قويه جدا جدا. فمنلاقي انه الطيف الاعراض هون يكون واسع ما لم ندخل باحد اختلاطات كيسات المبيض يلي هي تتبع مثلا الحجم تبعها والنوع. بمعنى انه كيسه مبيض كبيره 6 7 8 سنتيمتر ممكن تنفجر او تنبثق باي لحظه، فوقتها صارت حاله تقريبا حاله بطن جراحي. هون بقى صارت تظهر اعراض البطن الجراحي يلي هي مثلا الالم الشديد، البطن الخشبي، الغثيان، الاقياء، اعراض بوليه مرافقه، او انه صارت هي الكيسه فتلت هي والمبيض اللي راكبه عليه وخنقته للمبيض من رقبته. بمعنى عملت رح تبدا تعمل تموت بانسجه المبيض. التموت بيأثر يمكن على الحمل كمان دكتور اذا بدنا نقول؟ طبعا، لانه هون الاحتمال الاكبر نضطر نستأصل الكيسه والمبيض. فلذلك هون نقطه هامه كثير احنا بننبه البنت او السيده لما بنشوف عندها سيست كيسه موجوده على المبيض بهذا الحجم. صح، اخذنا بفرض القرار انا وياكم هلا انه نحط خطه معالجه دوائيه، تمام؟ من نعطيها كثير تنبيه في حال حسيتي مثلا باي لحظه بألم طاعن، بمعنى الكلمة طاعن، على أحد الجنبين أو على الجنب اللي فيه الكيسة على الأقل، أنه فورا خبري الطبيب. حسيتي بألم بلش أنه شوي شوي يتواجد هون ويعسعس ويطلع معها بعدين لكل البطن ويترافق مع غثيان أو قياء أو حرارة بلا بلا بلا، من إلا أنه كمان لا تستني لموعد الدورة القادمة لموعد مراقبة الكيسة تبعك، فورا توجهي لطبيبك وحكي معه. إذا طيف الأعراض هون كتير كبير. وبالاضافه دكتور لحب اللي بيظهر على وش السيده او الصبيه بيظهر فورا طبعاً. يعني انا بلاقي هذا كمان من اهم العوارض، يعني فورا بيصير وش مليان حب بيكون بيقولوا لها روحي على دكتور نسائيه شوفي شو الوضع. ليش انا بتفق معك انه من اهم الاعراض؟ لانه ياسمينات سوريا ما بيلبق لهم الا الجمال. أكيد. ورح اقول معلومه صغيره بالمناسبه، بدراسه للامم المتحده ثالث اجمل بنات بالعالم هن ياسمينات سوريا. اكيد، فالله يحميهم، بيطلع لهم يهتموا بجمالهم. واجبنا نحن كاطباء مو بس اهتم للكيسه، واهتم اذا طلع لك بحبه، اذا لون بشرتها صار كامل شوي، اذا صار يهر شوي شعر راسها، اذا صار يطلع لها شويه شعرين، حتى اذا صار بشرتها دهنيه اكثر يزيد شعرها. لازم ننتبه لها، انا كطبيب اعطيها خمس دقائق زياده من وقتي انا وغيري من الزملاء، وننتبه لجمالها، حقها هذا، حقها تدلل. دكتور كثير من السيدات كمان بيعانوا انه الكيس بيروح وبعد فتره بيرجع. نعم. فهذا السبب ما عم بيعرفوا شو السبب، انه خلص بعد ما يخلصوا منه نهائي خلال شهرين ثلاثه بعد بفتره بترجع الاعراض، بيرجع عند الدكتور رجع طلع الكيس، شو السبب بهال؟ والله رح اقول لك شغله، ايدي على كتفكم اذا بنعرف السبب. ما في سبب الحقيقه لغايه هاللحظه. لا، بس ذكرتي رقم كثير مهم انه شهرين ثلاثه. لا، ببعض الحالات ممكن نعطي فرصه لبينما ناخذ قرار بعدين انه نحن لازم نتداخل جراحيا، ممكن نعطي فرصه لغايه 8 اشهر بالعلاج الدوائي. فشهرين ثلاثه، يعني هي بالمناسبه اجت هيك، شهرين ثلاثه عندي. رح نفترض هلا عندنا مريضه بنوته او سيده عندها كيسه 6 7 سنتيمتر لسبب من الاسباب، هو رقم حدي 6 سنتيمتر، فبتلاقي بتقول لك انه بتسمع راي انه خلينا نجرب علاج محافظ. مقصود علاج محافظ ما نو اجريسيف، ما نو انه علاج دوائي او شيء، انه مو جراحه. الرقم 6 سنتيمتر رقم حدي. طب بفرض قررنا انه نعمل علاج محافظ، ممكن ناخذ بالعلاج المحافظ 6 ل 8 اشهر. تمام. وممكن بعدها تروح وترجع تطلع مره ثانيه. في معلومه بسيطه حابب اقولها، انه ممكن نشوف هلا نفحص مريضه انا وياكم على الايكو، نشوف عندها كيسه حوالي 3 4 سنتيمتر، ممكن 6 ل 8 ساعات تطور لكيسه 7 8 سنتيمتر. كيف ما بنعرف، وياما اوقات صاير معنا العكس، بنكون عم نجهز مريضه لعمل جراحي عندها كيسه مبيض 6 7 سنتيمتر، عم نجهزها اوكي، بنجي نعمل لها ايكو قبل العمليه بساعتين ثلاثه بنلاقيها نزلت 3 سنتيمتر، نقوم نلغي عمليتها. نعم. يعني يا دكتور كثير اسئله عن هذا الموضوع. تماما. هي جدا مهمه، يمكن ما بكفينا فقره او أكيد. حلقه واحده. أكيد. بدنا نقول لك شكرا، اكيد رح نستكمل موضوعنا بحلقات جايه ان شاء الله. شكرا لك دكتور، يسعد صباحك. متشكرك اكيد دكتور لوجودك معنا وكل معلوماتك القيمه.